كان اليوم الأول للحوار التفاعلي للدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف كان يوما بحرانيا بامتياز، فقد بدأ هذا اليوم ببيان أصدرته مجموعة من الدول بلغ عددها 33 دولة بقيادة سويسرا، التي تلت بيانا مشتركا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ويدعو إلى وقف هذه الانتهاكات. وعبرت من خلاله هذه الدول 33 عن قلقها الشديد حول الانتهاكات التي تتواصل في البحرين، كما دعت هذه الدول في هذا البيان كذلك إلى توفير الظروف الملائمة لاستئناف حوار وطني شامل يضع حدا للأزمة المستمرة في البلاد منذ العام 2011. طبعا هذا البيان لم يكن موضع قبول الوفد الرسمي البحريني، إذ ألقى ممثل البحرين الدائم في هيئة الأمم المتحدة في جنيف ألقى كلمة رفض خلالها البيان الذي اعتبره أنه خارج السياق وأنه لا يمكن لهذه الدول أن تطرحه تحت جدول أعمال هذا البند، أي البند الثاني ضمن الحوار التفاعلي الذي جرى هذا اليوم، كما واعتبر أن إصدار مثل هذا البيان سوف يشجع على العنف في البحرين ويرسل رسائل سيئة. هذا فيما يتعلق في هذا البيان. كما كانت هنالك أيضا كلمة أو مداخلة لحسين عبد الله الرئيس التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل البحرين من أجل حقوق الإنسان الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، تحدث فيها حسين عبد الله عن حرية التعبير وأثنى على موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعمها لحرية التعبير في العالم، وضرب مثلا على ذلك بما حصل للشاعر القطري محمد العجمي الذي أصدرت محكمة قطرية حكما عليه سجن لمدة 15 عاما على خلفية قصيدة اعتبرت السلطات القطرية مهينة لأمير قطر. دعا حسين عبد الله السلطات القطرية إلى إطلاق سراح الشاعر محمد العجمي وإلى احترام حرية الرأي والتعبير. كانت أيضا هنالك مداخلة أخرى اليوم لسيد أحمد الوداعي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، رحب خلالها بالبيان الذي أصدرته 33 دولة الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لكنه دعا المجلس إلى اتخاذ خطوة أخرى إذا لم تواجه سلطات البحرين تلك الانتهاكات، وتتمثل هذه الخطوة بإصدار قرار أي ريزوليوشن من مجلس حقوق الإنسان يدين البحرين ويكون ملزما لها باحترام حقوق الإنسان. كانت هنالك أيضا مشاركة أخرى لمنظمة أمريكية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي الذي جرى اليوم، وذلك عبر كلمة ألقاها الناشط اليمني أحمد الشامي، تطرق في كلمته إلى الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية في اليمن عبر حربها التي تشنها على البلاد منذ أكثر من 5 أشهر، أشار إلى أن عدد القتلى قد فاق 5000 قتيل، إضافة إلى جرح أكثر من 20000 مواطن يمني وتدمير البنية التحتية في اليمن. وقد أثنى في مداخلته على ما دعا له المفوض السامي خلال كلمته الافتتاحية الأمير زيد بن رعد اليوم، عندما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في اليمن وإلى مخالفة أطراف النزاع للقواعد المعمول بها في الحروب، وكذلك دعوته إلى إجراء حوار جدي مع حركة أنصار الله. في الواقع كان يوما حقوقيا، هذا اليوم اليوم الأول كان يوما حقوقيا فاعلا، كان الحضور الحقوقي البحراني فيه مشهودا. نلتقيكم يوم غد في اليوم الثاني من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته 30، وهو ساحر عريبي يحييكم من مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.